맞아. اتصل عليك يا يعني بس فهموك مثلا، يعني قال قبل ما يبدأ الإيجار. لا تمام. اللي فاهم ما بريحك، هم بيفتكروك ايه يعني ترس زي دلكاي. ليه؟ تاني والله صح، لأن أنت قاعد تخرب. إيه دو أبو عبد الله ولا مين؟ قال إيه يعني؟ قال إيه الحقير ده؟ أحسن، يا ريت ما كانت دولي. أحسن يا ريت والله. لا أنا كنت حقول لو ريح دماغه وما تدوش ال 15 دينار دك الساعة، هو اللي يعرف حق. يعني إيه قصده من المواضيع دي؟ يعني هوتي مثلا أكيد هو ما عرفش، عايز يسرق هو. أخي والله العظيم أكيد عايز يسرق، ملهاش حل غير كده. واحد قال له مرة واثنين، يا إما ده حقير. معلش ما بفهمش، مش عارف أنا صح. إيه ده يا رب؟ مش دك النار نبهوهم يا أحمد؟ باشمهندس ولا ابو عبد الله؟
احسن. لا الباشمهندس احسن من ابو عبد الله. حيوان ما بفهمش ده. كل ما نهد الموضوع يروح يطلع بكيل ميكانيكي يتنرفز. ابو عبد الله كان واخد قوي يتنرفز عليه. على كل ماده انت تتنرفزنا. راح قال مع بعض قال يا احمد يلا طيح طيح يا احمد يا رفع مفيش. الله يلعن والديك يا شيخ في الارض. استغفر الله ما فهموك ولا فهمتك الدنيا. الله يلعنك انت يا راجل. راح نادى على ابو عبد الله قال له تعالى لا بس يا مبدأ قال لك انت قبل ما تهجي اول ما جيت نزلت الكويت حامد قال لك ايه قلت له حامد قال لك طيب حاجه واسمع كلام ابو عبد الله زي ما يقول لك تعال صح غلط تعال قال اسمع شفت هتعدل علينا لا ده والله زاد عن حد هالمواضيع دي والله اقول لك بلد ما فيهاش نعم يعني وزره وانت ما لك يا عم في وزره ولا ما فيهاش وزره انت هتقدر تعدل شغل والله العظيم يا اخي ويقول لهم قال عن جروب واتساب كلنا يعني لما تكون في عطل ابعث انت كله يعني يا عم انت مو ما تعمل اللي يقول لك عليه يا اخي لا دي حيوانات مبرشمه دي يا رجل جايين خوم من البلد مبرشمين دي قال لي في حاجه في راسك قول لي انا ابو عبد الله قال لي الزياره لو بتدوخك ما تشربها لا ممكن بطفح صحه الله ممكن بيطفح بالجندل ولا عارف ليه حد جنده ظروفه بين الحقائر لوايد يجي بلا في ثلاثة قال له اخر تنبيه هي ده يا عم ده والله العظيم يا اخي والله هي ده يا رجل غتغت حتى رحنا ده على كلا عزمة بالضبط وانا رح بطل مطيئة ده ولدي وانا بضمن اليوم ايه ده يا راجل يبقى الخلل منه ده الفقر ده ابو العوم زي الشرشروي صح ده رقبته غاطسي اصفر عوم زي الشرشروي صغير يصفر ورقبته غاطسي كيان قال لي ايه قال لي انا شاكل كل حاجه انت اكلت طن كل يوم قعدات ولا كل يوم حوارات من هذه انت قال لي انا مش هستحمل من حد كل يوم يجيب لي مشوق انا اجيب واحد قريب واستفاد بالشغل قول انا صح والله ها لكن المشكلة ان الناس خايفة وتتلاوم خايفة لا تعمل اجراء وتتلاوم والناس دي انا مش ايه الناس العويلة دي يا راي والله دي اسوأ تجربة والله قال لي عجل لكم اجيب درامات عشان تاخدوا كل شيء خمسة دينار وكلمتهم كل شيء وعجل لكم في مصالح ممكن تروح صح والله هتبقى في وشي والله يعني هو اللي انت بتجيب لهم درامات عشان ياخدوا كل شيء خمسة دينار والله العظيم والله كويس والله العظيم يا اخي ما الحمد ربنا ما فيش عدل ده لو ربنا اكرمهم واخذوا لهم من كل شقه خمسه نوار ما شاء الله على المية 125 دي يعني راح تلاقي على الخمسين ما شاء الله 250 دينار شوف يعني الراجل عايز يوسع عليهم بيقول لهم انا بدك تستفاد حاجه من وراهم وعلى 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 يا عم على ال 25 الثاني قول قول 12 شقه في 5 قول ب 150 120 الراجل عايز يظبط لي يعني انتوا ربنا حيكرمكم غير راتبكم انتوا لو صبرتوا حتبقوا احسن من ناس حامد ومن ناس ناس كثير مش عارف ايه
قال لي انا في شغل تحمل.